يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. كتير جدا مننا ما بيبقاش عارف لما يكون عنده طفل او مراهق رياضي ما بيبقاش عارف يخليه ياكل ايه وياكل امتى وياكل ازاي، ولا بيبقى عارفين يتعاملوا معاهم على اي صعيد فيما يتعلق بمساله تحسين حالتهم النفسيه، لان الفتره دي تحديدا بتكون متقلبه المزاج بسبب طبعا مراحل النضوج الشخصيه. عشان نعرف ازاي حياه ولادنا تكون اكثر صحيه وتكون افضل هنتكلم في كل التفاصيل دي مع الدكتوره مروه نوح استشاري التغذيه، وكمان هنعرض اسئله كل حضراتكم اللي انتم بعتوها لنا عشان ناخد منها اجابات وافيه. هي استشاري تغذيه وتبدو كمان خبير التجميل في نفس الوقت. منوره الدنيا يا فندم، اهلا. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير دكتور مروه. قبل ما ابدا انت اهلاويه جدا صح كده؟ صح. انا المعلومات اللي جمعتها صحيحه. كنتش بقول بس اضطريت اقول بقى اني جايه ومبسوطه جدا جدا اني معاكم. منورانا بجد واحنا سعداء بيكي. والفقره دي مش هنسالك اسئله كتير على قد ما هنقرا الاسئله اللي مبعوتها لك من الناس. انا رايي ندخل على طول على الاسئله يلا عشان يلا يلا نكسب وقت. خلينا نبدا مع حضراتكم كده سريعا. استاذ عبده يقول لك يا صباحو صباحو اهلاوي معطر. لا ده كده هو بيرحب علينا. استاذ اسامه بيقول عايز اسال الدكتوره عن نظام غذائي صحي لمرضى السكري من النوع الاول، وايه الفواكه اللي ممكن تبقى امنه في تناولها لمريض السكر؟ حلو قوي السؤال ده، لان الحته دي من الحاجات المغلوطه جدا جدا. عندنا الفواكه الممنوعه والفواكه المسموحه. مبدئيا ما فيش حاجه اسمها الفواكه الممنوعه في اي حاجه في الدنيا. دي تاليفه كده انا ما اعرفش جت يعني، ولا العنب ولا ما فيش حاجه ممنوعه. بس في حاجه اسمها حصه فاكهه. حصه الفاكهه فيها 15 جرام نشويات. فبالنسبه لمريض السكري النوع الاول بياخد لها 1 يونت او نقطه انسولين، فدي بتبقى بتحسبها. يعني ممكن نحسبها ازاي عشان نسهلها على الناس؟ هنقول ان الحصه بتاعه الفاكهه قد التفاحيه، النص منجايه فيها 15 جرام نشويات فاكنها قد التفاحيه، حبه العنب اللي قد كده فيها 15 جرام نشويات فقد التفاحيه. فلو اكل منجايه اكنه اكل حصتين من الفاكهه، يعني هياخد 2 يونتس اوف انسولين. فما فيش حاجه اسمها ممنوع، بس في حسبه ازاي حد انسولين قصادها. ايه الحسبه دي؟ بتلاقي السيدات عاده هم اللي عارفينها اكتر او مهتمين بيها اكتر. لا ده في الدايت، لكن في المريض السكري لازم يبقى عارف. انا بتكلم على الدايت طبعا. طبعا بيبقوا هم اللي مهتمين بيها اكتر وبيدوروا اكتر، بس بتتعرف بالممارسه يعني بتتفهم. اما بتتفهم بطريقه مبسطه بتتفهم، بتبقى سهله جدا جدا جدا. وطبعا بالنسبه لمرضى السكري وطبعا الناس العاديه بس هنقول اكتر بنحب نديهم السكريات اللي بنسميها لو او نشويات لو جلايسيميك اندكس او ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، اللي هي ما بتعليش السكر في الدم بسرعه، بتعليه بالراحه. زي ايه بقى مثلا؟ الحاجات اللي فيها الياف بصفه عامه. فالحاجات اللي فيها الياف بتعلي السكر بالراحه في الدم، ما بتعملش الانسولين سبايك والشوجر سبايك اللي احنا ما بنحبهاش للناس العاديه والمريض السكر بالاخص. تمام، حلو جدا. السؤال بعد كده في سؤالين ورا بعض. محمود رمضان بيسال ايه سبب البقعه الصفراء في الوجه، واستاذ علاء مصطفى بيسال حضرتك ايه افضل برنامج غذائي للاطفال اللي سنهم 6 سنين؟ حلوه قوي. البقع الصفراء في الوجه دي ممكن يبقى ليها اسباب كتيره جدا، دي لازم نروح لدكتور جلديه. ممكن طبعا يبقى نقص بعض الفيتامينات او المعادن، وممكن تبقى مرض جلدي تاني، فدي لازم نروح لدكتور جلديه هو اللي يكشف علينا ويبص عليها بنفسه، ونقدر ساعتها نعمل التحاليل ونشوف. بالنسبه بقى السؤال المهم قوي بس هو عام شويه للنظام الغذائي اللي عندهم 6 سنين. احنا عندنا مشكله رهيبه بنعاني منها في مصر وفي الوطن العربي وفي عادات التغذيه، من سوء تغذيه الاطفال. ويمكن بقى في حملات دلوقتي الحديد والكالسيوم والغذاء الصحي، لان فعلا هو يعني تاسيس الاطفال بيأثر علينا لما بنكبر، عشان كده عندنا نسبه امراض عاليه جدا كلها بتيجي من مرحله الطفوله. فالوعي التغذوي مهم جدا. احنا عندنا مشكله مع الامهات بالذات يعني والابهات، ان الريورد عندنا او الجايزه مع الاطفال بتتملي بالاكل، بالشوكولاته، يلا نروح نجيب مش عارفه ايه من بره، الحاجات اللي بتتاخد في المدرسه. يعني ما بتجيلي ام في العياده تقول لي ابني تخين جدا عنده 6 7 سنين، بتديله ايه حضرتك في المدرسه؟ بتديله ناجتس وكيس مش عارفه ايه وعصير. طب ما هو ما بيروحش يشتري، حضرتك اللي بتجيبي له وما مش عارفه مين بيجيب له الاكل ده؟ يعني الطفل بالذات اللي في 6 و7 و8 سنين اللي احنا متحكمين فيه ده اسهل حد ممكن نتحكم ونعلمه صح، بس بشرط ان البيت يبقى عنده الوعي ده. يعني احنا بنقول في دورين، في دور للمدارس في السن ده مهم جدا، انه ما تبقاش الحاجات الغلط بتتباع في المدرسه، يبقى في وعي للاطفال ممنوع نجيب كذا لازم نجيب اكل صحي، وفي نفس الوقت في وعي في البيت. ما حمرلوش الصبح فراخ واقول له خدها. طب ما تدينا كده مثلا يعني برضو نصيحه من حضرتك للامهات تحديدا لولادهم بيروحوا المدارس وبياخدوا معاهم سندوتشات او بالظبط ايه الاسباب؟ حلو قوي. احنا عندنا مكونات غذائيه اساسيه لاي بني ادم وخصوصا الاطفال لانها في مرحله نمو لازم ناخدها يوميا. اللي هي بروتينات، فيتامينات وعادن من الفاكهه والخضار، نشويات مفيده زي اللي قلناها اللي فيها فوائد للجسم، مش النشويات البيضاء زي السكر الابيض والدقيق الابيض، والدهون الصحيه. الدهون الصحيه اللي زي في زيت الزيتون، زي في المكسرات، في السوداني، يعني مش لازم مكسرات في صوره مكسرات. فلو انا اديت للطفل الساندوتش بتاعه في عيش اسمر يكون احسن، والعيش الاسمر دلوقتي ما اكثره، يعني العيش البلدي لو مش بينفع، فيه العيش حتى اللي هو زي الفينو اسمر، لان قشره القمح تملي فيها الياف اكتر، فما بتعملش زي ما قلنا ارتفاع السكر بسهوله، والاضافات اللي بتبقى موجوده عند الدقيق الابيض اللي زي السكر والحاجات دي اللي بتتخن وبتعمل مقاومه انسولين، فيبقى الطفل عرضه للسكر اكتر، ده غير الحلويات. ففي من الفينو اللي هو الحبه الكامله من الاخر، جواها جبنه، جواها بيض، تملي البروتينات بنحب نديها في المدرسه، ان ساعات بيغلبوا الامهات لما يروحوا البيت مش عايزين ياكلوا بروتين في صوره اللحمه او تاف، فممكن نعمل في صوره بيض، في صوره جبنه، نديله بدل عصير محلى بسكر ومواد حافظه نديها له في صوره لبن. اوكي. نديله ميه، يعني مالها الميه، نديله فاكهه بيكون فيه مواد حافظه. يعني دلوقتي طبعا اللبن المعلب فيه شويه مواد حافظه، بس ده المتاح، ما بقاش فيه زي زمان اللبن الطبيعي. وهنديه للطفل ازاي؟ نديله فاكهه، فاكهه مجففه بدل ما نديله حلويات اللي مليانه الوان صناعيه وبتضر السنان وسكر وفارغه الفايده. ممكن نديله فاكهه او فاكهه مجففه، يعني لو حطينا له علبه عنب صغيره، في دلوقتي زي لللانش بوكس كده حاجه للموزه، نديله موزه، الطفل بيتعود على الحاجات دي. وممكن بدل كده نديله ميه، لو بنجيب لبن طبيعي في البيت بيشرب اللبن بتاعه قبل ما يروح المدرسه، ممكن نديله ازازه او ازازتين ميه معاه. فممكن نستبدل الحلويات بالفواكه الطبيعيه، او الفواكه تتقطع بصوره لذيذه في علبه لذيذه. انا برشح قوي في السن ده كمان ان الولد او البنت ينزلوا مع الامهات يشتروا الحاجه، دي بتفرق جدا. نقي انت الحاجه بتاعتك، تتقطع بقطعات اشكال معينه، بنلعب بالحاجات دي، قطع لي عايز شكل نجمه، لون ايه، يعني لو اهلاوي نجيب تفاح احمر، يعني مش هنجيبه اصفر مثلا. طب انا في امهات بيدوا لاولادهم سندوتشات مفتقه كان زمان. والله العظيم. لا انت متخيل لما انت سندوتشات بطاطس، سندوتشات ناجتس في ليه؟ يعني ليه الطفل استفاد ايه؟ باستسهال، عارفه بيبقى استسهال، واللي الولد بيحبه خلاص اصل ما بياكلش. لا لو ما اكلش الاكل الصحي مره واثنين، لو ده طبعا الغلط احلى، فمش هياكل عشان يضغط على الام ان ياكل الغلط. لو ما كلش وما لقاش غير ده في البيت، ولا الام والاب بياكلوا كده، هيضطر ياكل معاك. كنت عايزه اتكلم معاك في النقطه دي، ان انا لازم كمان اكون يعني اهل، انا كوالد او والده، ان انا اكون يعني منظمه اكلي انا كمان، يعني مش ممكن اقول لاولادي اعملوا كده وكله ده وده صح، وانا مثلا بقعد اكل قدامهم قد كده وبرجر وبطاطس. كان جيلي بنوته في المدرسه على السؤال ده، البنوته نفسها تخس وشاطره جدا وكل حاجه، بس بتقول لي انا ببقى قاعده الساعه 12 بالليل، بابايا ومامتي محمرين بطاطس ومحمرين بتنجان وعيش وقاعدين، حاجه تفتح النفس يعني، وهي قاعده بقى المفروض تاكل زبادي وفاكهه. يعني قلت له حرام عليكم انا جعت اصلا في الحياه. هي بتعمل كده بقى، تيجي تقول لي انا عملت لك كيكه حلوه، انا عملت لك بيتزايه حلوه، هي بتتفرج دلوقتي، اقول لها حرام عليك. ما عنديش مانع تاكل بالمناسبه. صباح الفل على حضرتك. لا ده انا هاجي اكل، قولي طنط انا جايه معاكم. ما عنديش مانع اكل حته بيتزا، حته كيكه، بس اكلها بالنهار. على فكره في رول في التغذيه اسمه 80-20، ده للي عايز يخس واللي عايز يتخن والاطفال والكبار. يعني ايه؟ يعني المفروض 80% من الاكل يبقى الصحي اللي هو المواد اللي جسمي محتاجها، و20% فيه لخبطه. فهو احنا بقى بنعمل العكس، احنا بنعمل العكس ده لو فينا 20%. صحيح. فاحنا هناكل عادي، وهناكل بيتزا، وهناكل كيك، وهناكل حاجات اللي هي نقدر نقول فارغه السعرات بس طعمها حلو، بس نسبه للحاجات المفيده قد ايه، دي اللي بتفرق معانا. يا مسهل. الكلام ده المفروض لينا احنا، بس احنا جايين ناكل الكيكه، قولي طنط انا وكريم. والله لسه عازمه كريم هي في التليفون امبارح على الغدا. طب وانا يا طنط، دي اللحظه اللي انا مستنيها من اول ما طلعنا من البرنامج. نروح بقى لحاجه مختلفه. يوسف عبد السلام بيسال حضرتك علاج النحافه في السن الكبير لو سمحت. الله، السؤال ده يمثلني يا دكتور. انت جسمك مظبوط جدا، انت مدخل نفسك مع النحافه وانت جسمك مظبوط. ربنا يجبر بخاطرك. لا بس اندر ويت بطبيعه الحال، لو هنقيسها الطول بالوزن لا اندر ويت. بالشكل انا شايفاه، وفي ناس كتير بتعاني من نفس المشكله دي. بالمناسبه بقى طالما جبت لنا بصوره سؤال حلو وملخبط شويه، يعني الناس ملخبطه فيه شويه، برده فيه شويه مفاهيم مغلوطه. احنا عندنا تملي الاندر ويت والاوفر ويت او السمنه، دول الاثنين سوء تغذيه. يعني ايه سوء تغذيه؟ يعني ما باخدش العناصر اللي جسمي محتاجها. الاندر ويت ما بيتخنش بان انا اكل اللي انا عايزه، الكيك والبيتزا والشوكولاته والجانك فود واللي واللي واللي. ليه؟ انا كده بزود، ممكن ابقى اندر ويت وعندي كوليسترول عالي وعندي LDL عالي، ممكن يجي لي امراض من الاكل الغلط اللي باكله، لان ما بديش جسمي المواد اللي تمشيه بصوره طبيعيه. فتملي احنا الاندر ويت او اللي عندهم نحافه سواء سن كبير او صغير، تملي بنقول لهم لازم اول حاجه نكتب بناكل ايه عشان نبقى مركزين. فتقال لي بقول لهم مش اقل من 7 وجبات في اليوم. يقول لي 7 وجبات ده انا عمري ما باكل كده. لا، ما هو لو خدت شويه مكسرات او شويه سوداني او شربت عصير حاجه طبيعيه او شربت موز باللبن بالعسل، الحاجات دي كلها هنعتبرها وجبه. فهنقسم وجباتنا لوجبات صغيره متعدده، لان تملي الاندر ويت ما بيقدرش ياكل وجبه، ما اقدرش اقول له كل طبق قد كده زي العادي، ما بيقدرش ياكله. في ناس من يعني كتير ممكن تبقى اللي حضرتك شايفاه ان هو وجبه صغيره دي كثيره، ان هي خلاص هو عنده شعور بالامتلاء. ما هو بالظبط، ما انا عايزه الوجبه الصغيره اللي تحسسه بالامتلاء، وبعد 2 3 ساعات اكل وجبه صغيره ثانيه، فابقى زودت السعرات بوجبات صغيره متعدده، وفي نفس الوقت الوجبه الصغيره دي اعلي سعراتها بصوره صحيه. يعني ايه؟ يعني مثلا باكل طبق سلطه مثلا، لان لازم اخد خضار وفاكهه برضه، هو اللي عنده نحافه لازم ياخد فيتامينات ومعادن والياف ومضادات اكسده. احط عليها زيت زيتون زياده شويه، فكده زودت الدهون المفيده. اقطع عليها افوكادو، كده زودت مضادات الاكسده وفيتامين اي والدهون المفيده. احط عليها شويه مكسرات، احط عليها حبوب شيا اللي هي اوميجا 3. الفول وانا باكله الصبح، حبه الفول ما بقدرش اكل غير قد كده، احط عليه زيت حار اللي هو اوميجا 3، ازود عليه الطحينه اللي هي مليانه سعرات وفي نفس الوقت فوائد لانها من زيت السمسم، فمليانه كالسيوم. وفي نفس الوقت اقطع جواه برده الخضار اللي ممكن يكون بصل بقدونس، عشان برده اخد مضادات الاكسده والفيتامينات والمعادن. فلو قسمت الوجبات استاذ حسن اعتقد لوجبات صغيره متعدده، الوجبه عليت سعراتها. يعني لما اجي اعمل كوبايه لبن، ممكن احط كوبايه لبن كامل الدسم، احط عليها 2 معلقتين لبن بودره، لانه برده هيزود، هتبقى نفس الكميه بس سعراتها بقت الدبل. واحط عليها عسل بديل السكر، لان السكر ضار في جميع احواله، واضربها مثلا بموز او بلح او مانجا او اي فاكهه بحبها. ده بقت مشروب قد كده ممكن يديني 400 500 سعر. ده ياخدنا برضو لناحيه السبلمنتس، وبرضو فرصه نعرف الى اي درجه هي شيء امن. السبلمنتس دي عليها بقى كلام، دي عايزه لها 3 حلقات، لان في منها امن وفي منها مش امن. انا بتكلم على السبلمنت المصرح بيه من قبل وزاره الصحه المصريه. مين بياخده؟ دي مهمه قوي عندي. في للاطفال وفي للكبار. السبلمنتس للرياضه ولا قصدك السبلمنتس يعني مثلا بياخد؟ طب نتكلم على الغير رياضيين مثلا. الغير رياضيين لو انا عندي في نقص في اي عنصر اخده، يعني انا عندي نقص حديد هاخد حديد، عندي نقص فيتامين بي هاخد فيتامين بي. لكن لو انا باكل طبيعي هاخد سبلمنت ليه؟ هو لازم سبلمنت يعني ايه بالعربي؟ لازم الناس تفهم. مكمل غذائي، يعني بيكمل لي النقص في الغذاء لو انا باكل طبيعي سواء رياضي. احنا بنتكلم على ناس اندر ويت. الاندر ويت لو عندهم نقص في حديد، وغالبا بيبقى عندهم، بناخد المالتي فيتامينز. ليه بقى المالتي فيتامينز؟ لان المالتي فيتامينز فيها نسب قليله من كل الفيتامينات والمعادن، فما تعمليش ضرر. لكن لما باخد حديد بس دي نسبه كبيره، ما باخد كالسيوم بس كترهم ممكن يعمل مشاكل. فيتامين دي كتره لو مش محتاجه يعمل مشاكل. بس كتره بمعنى ايه؟ لو هو مثلا، لان انا على فكره عندي المشكله دي، انا كنت عملت تحليل وبعدين طلع عندي نقص فيتامين دي، فالدكتوره كتبت لي 4 شهور. ده كده امن؟ الدكتوره كتبت ده كده امن، ده تحت اشراف طبيب. فانا مثلا عندي فيتامين دي في ليفل واطي قوي، لازم اخد جرعه معينه عشان يوصل للطبيعي، وبعدين هتديكي جرعه وقائيه اللي هي بسيطه. لكن المالتي فيتامين اللي كريم بيتكلم عليها، لا دي امنه ان انا باخدها لانها فيها نسب بسيطه، لو بصيت عليها هتلاقيها نسب بسيطه من كل الفيتامينات تكمل شويه النقص، بس لو كان مظبوط يعني ناخده، بس لو كان مظبوط ممكن ما نحتاجوش. تمام. في كمان حته مفيده، يعني مش مفيده، مهمه للاندر ويت، ان التوقعات بتاعتهم هو ان انا اتخن اصعب بكتير من نخس. صحيح. فكيلو 2 في الشهر ده امله، يعني حضرتك مش تتخن 2 كيلو في الاسبوع، لان بتبقى جينات برضو طبعا، والفات سيلز قليله عندهم، دي جينات عظيمه. يعني فلو كيلو 2 في الشهر، ومن الكتله العضليه بنركز ان احنا نزود الكتله العضليه كمان. فالرياضه مهمه قوي 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 لمريض النحافه، عشان نبقى بنزيد زياده صحيه. فلو كيلو 2 في الشهر يبقى كده احنا عاملين مجهود رائع. جميل. طيب في سؤال تاني من استاذ حماده جلال حواس، بيقول بقى بيصبح على حضرتك وعلينا. لا بيقول في اكل معين لارتجاع المريء. ارتجاع المريء طبعا لازم ناخد الادويه بتاعته، ولازم ناخد بالنا قوي ان ما ننامش بعد الاكل، دي مهمه قوي. الاكل اللي فيه توابل كتير والمحمرات الكتير والمقليات الكتير بتتعبهم جدا جدا جدا، فلازم ناخد بالنا من الحته دي. وبرضه ناكل وجبات صغيره متعدده، دي بتفرق معاهم قوي، لان الوجبه الكبيره بتزود الارتجاع جدا، فبتتعبهم جدا جدا، فدي مهمه قوي. معانا ايه تاني يا كريم؟ في ابراهيم علي عزوز. انا بفوت حاجات لان في كذا سؤال عن السكر، فاحنا خلاص جاوبنا على السكر. في استاذ ابراهيم علي عزوز بيقول، بيسال حضرتك على ايه اكتر غذاء بيساعد على اطاله العضلات، لان هو دايما بيحس بشد وخصوصا في الرباعيه والضمه. ده سؤال حلو وبرضه من المفاهيم المغلوطه. مفيش حاجه بتساعد على اطاله العضلات او تكبير العضلات. تمارين بس صح؟ لا يعني تمارين بس مش اكل، هو بيقول غذاء. ما انا عارف، انا بس كده بقول لك بالظبط. هو تمارين واكل صح مع التمارين، يعني تملي زياده الكتله العضليه او ان انا اشد العضله ده بيجي بتمارين، وفي نفس الوقت بعد التمرين بعمل ريكفري او استشفاء للعضله ازاي، فاساعد التمرين انه يكبر لي العضله او يعمل لها ستريتشنج كويس. دي مهمه قوي قوي قوي. تمام. فالاكل ايه قبل وبعد التمرين ده مهم، لكن هبقى قاعد في البيت باكل بروتين كتير عشان ازود الكتله العضليه مش هيحصل، هزود الكتله الدهنيه وهعمل لود زياده على الكبد والكلى انه يتخلصني من البروتين الزياده. تمام. فالرياضه مهمه قوي علشان استرتش العضله او اعمل لها اطولها او ان انا ابني عضلات. الرياضه مهمه جدا جدا مع الاكل الصح قبل وبعد الرياضه. في بقى السؤال اللي جاي ده بتهيألي هيبقى نسبه كبيره من المصريين هيستفيدوا من رد حضرتك. هو وليد بيقول نظام صحي لمرضى القولون، لان احنا تقريبا كلنا عندنا قولون، وكلنا اكلنا ملخبط وكلنا اكلنا تقيل. احنا طبعا في حاجات عامه عارفينها انها بتتعب القولون، اللي هي البقول، الكرنب، الحاجات اللي هي القرنبيط، الحاجات دي، التوابل الكتير. بس ارجع واقول ان لما جينا ندرس قالوا لنا لا، هي يعني بتختلف من شخص لشخص، يعني مش البقول بصفه عامه، يعني انا ممكن انا مريضه قولون وانت مريضه قولون، انا الفول بيتعبني والعدس ما بيتعبنيش وما بيتاكلش وانت العدس. فلازم نجرب. الاكل الخفيف والثقيل بيفرق جدا مع مرض القولون، يعني لو حد عنده اتاك مغص ما ينفعش اروح اكل فراخ بانيه، هتعب جدا اكيد لان هضمها اصعب. الرياضه بتفرق جدا مع مريض القولون برضو، لان حركه الامعاء بتفرق اما بكون بعمل حركه بدنيه، والميه اللي بتتنسي. فاحنا عندنا الالياف اللي موجوده في الخضار والفاكهه اللي اغلب الناس بتقول لك ما بحبش الخضار، ما باكلش سلطه، دي عندنا كمصريين شائعه جدا بننساها، وبالذات في الاطفال كمان في ودي كارثه. بس الاطفال قلنا في ايدينا، احنا نفسي نعمل حلقه عن الاطفال لانه مهم جدا. احنا بنأسس للكبار لان احنا عشان كده قلنا نسبه الامراض كتير ان ما كانش فيه الوعي ده زمان. فالخضار اساسي، الخضار والفاكهه، والخضار اكتر لان طبعا الخضار فيه نسبه نشويات اقل شويه من الفاكهه فما بيتخنش زي الفاكهه. فالخضار اساسي اللي هو فيه الالياف الصحيه اللي موجوده في النشويات حتى اللي بناكلها، زي ما نقول ناكل عيش اسمر او عيش ابيض، مكرونه سمراء او مكرونه بيضه، الرز البني، او كل ده فيه كميه الياف اكتر بتفيد جدا حركه القولون، الميه، الرياضه. دول اول 3 حاجات اساسي ان حركه القولون تبقى طبيعيه وتقلل شويه، بلس ان انا هبعد عن المحمرات والاكل الثقيل. الثوم والبصل بينفخوا شويه القولون. كده هتبعدين عن اكلنا الطبيعي. ما احنا نحاول، لا احنا قلنا 80 20. فاضل ايه؟ احنا كده حرام. فاضل ايه؟ الثوم والبصل اما بيبقوا بيتعبوا ناس وناس لا، بس هم بيعملوا نفخه طبعا اما بيكون حد عنده قولون بيعملوا نفخه. البقول زي ما قلنا مش يعني الفول لو قشرناه ما بيتعبش. في ناس العدس الاصفر ما يتعبهمش على اساس بيبقى مضروب، والعدس اللي بجبه اللي في الكشري يتعبهم. فدي تجربه بايه؟ ان انا اكل حاجه واحده في اليوم من اللي بتتعب واشوف انا بيتعبني ولا لا. لازم كل واحد له تجربته الشخصيه، يعني ما ينفعش يوم افطر فول واتغدى كشري وبعدين اكل كرنب بالليل واقول انا مش عارف كل الاكل بيتعبني، لا انا ممكن اجرب حاجه من الحاجتين دول تبقى بتتعبني وحاجتين لا. فدي مهمه قوي. ساعات بتبقى في صعوبه شديده لدى الامهات تحديدا في ان هم يبعدوا اولادهم الصغيرين عن الوجبات السريعه، وحضرتك عارفه طبعا ادرى مني بكتير الى اي درجه الاطفال بيميلوا للحلويات والحاجات اللي هي المعلبه والمكيسه طبعا اللي اغلبها ما بيكونش صحي. ما هي لو في وعي عند الامهات كلها زي ما قلنا، الاطفال بالذات احنا اللي بنشتري لهم. ممكن يبقى في وعي عند الام بس في حاله رفض عند الابن. طيب انا دلوقتي الولد عايز ياكل وجبه سريعه، هيجيبها منين؟ الا لو انا طلبت له او نزلت جبتها له. فممكن تبقى مره في الاسبوع، عيد ميلاد، خروجه مع الاسره، خروجه مع العيله، مفيش مشكله خالص انها تبقى مره في الاسبوع. نمط حياه بالظبط كده، ما يبقاش استسهال ان احنا راجعين والماما مش طبخه مش عارفه ايه فنروح نجيب. ما نبقاش كل يوم مع اولاد خالتي واولاد عمتي فبنطلب او بنجيب. الحلويات ما تبقاش افيلبل في البيت، احنا نجيبها مره او مرتين في الاسبوع اما ننزل نجيب حاجه. ماشي، هو مش هنحرم الطفل عمرنا، بس الحاجه لو متواجده احنا يعني الامهات بتخبي الحاجه والولاد بتعرف مكانها فبتفتح تجيبها عادي جدا يعني. فدي مهمه قوي، وعي الام. واحنا بنبسط ولادنا بس عايزين صحتهم، فلازم الام تحط دي في دماغها كويس قوي. صحه ولادنا عندنا مهمه، فاحنا ما بنعذبهمش، احنا بنحافظ على صحتهم، بنقيهم من امراض كتيره ممكن تجيلهم اما بيكبروا بالحاجات الصحيه البسيطه دي. احنا هنستثني شهر رمضان من الكلام ده، وهنعمل حلقه خاصه ان شاء الله قبل رمضان معاكي ونعرف هناكل ايه، عشان واضح كده ان احنا مش هناكل حاجه. والله كلامها مش هناكل فعلا. احنا على فكره ممكن ناكل صح وما نخسش ولا نتخن، هو احنا مشكلتنا ان احنا بنتخن. انت بتخس مالناش دعوه، بس انا بتكلم عن الناس العاديه. حاله استثنائيه. بالمناسبه في موروث شعبي عند المصريين وبالذات في الاجيال الاقدم نسبيا ان معده المصري تهدم الظلم. دي حقيقة. لأي درجة الكلام ده حقيقي. دي حقيقة، من كتر أكلنا التقيل وتعودنا عليه ففعلا بنهدمه. يعني بقول لك إحنا ممكن نفطر فول وطعمية ونتغدى كشري ونتعشى مكرونة وجنبيها حمص مثلا. أكل تقيل وهضمه صعب، بس فعلا بنهدمها لأنه تعود، هي كالتشر أو يعني ثقافة شعب بالظبط كده، فدي حقيقة. أنا هروح معاكي بقى يا دكتور مروة لنقطة تانية، ونقطة يمكن المراهقين أكتر ناس بيمروا أو بيحسوها، ولكن هي فكرة تقلب المزاج. هل في أكلات تحسن مزاج الناس أصلاً؟ في أكلات بتحسن المزاج جداً. طب قولي لنا بقى، قولي لنا ده احنا يعني الأكلات. هو بصي في ده حاجات بتاكلها تاني. نقول أول حاجة الأوميجا 3، ده احنا بنسمع عليه كتير وكله فاكرينه فيتامين، هو مش فيتامين، هو نوع دهون صحية. فكرته إن هو بيخش في تركيب غشاء الخلية، بالذات خلايا المخ. فما أما بتكون غشاء الخلية لين بتساعد على سرعة ارسال الاشارات العصبيه، فحتى بيقي من الالزهايمر وبيزود التركيز. يمكن كتير كنا نسمع ناكل سمك ايام الامتحانات، الامهات بتدي تابلت الاوميجا 3 او زيت الكبد الحوت وقت الامتحانات، لانه فعلا بيزود القدره وفي نفس الذهنيه والعقليه، وبنوصفه للام الحامل على طول عشان في تكوين البيبي. في نفس الوقت هو بيعدل المزاج عشان القصه دي، وداخل برده في تركيب حاجات كتيره جدا في المخ. فالاوميجا 3 موجود في، عشان الناس تبقى عارفه، في الزيت الحار، في بذور الكتان، في اللوز وفي الجوز مني، وفي الاسماك طبعا. الاسماك عامه. مش موجود في اي نوع كيك مثلا؟ لا مش موجود في نوع كيك الا لو حطينا فيها بذور شيا، او حطينا بذور الشيا على السلطه. فالاوميجا 3 على فكره هو اللي بيحسن المزاج، بس مش بننصح بيه السكر الابيض، الحاجات المسكره. مش المفروض الشوكليت كمان من الحاجات اللي بتحسن؟ ما هي الدارك شوكليت، انا كنت اقولها بس سايباها للاخر. الدارك شوكليت ليه؟ لان فيها نسبه الكاكاو اعلى، اللي فيها مضادات اكسده فعلا بتعلي المود، وفيها نسبه سكر ودهون اقل، فتملي بنوص. بس هي قد ايه؟ انا مش هاخد بار قد كده، لو خدت 2 كده هيظبطوا المزاج حلو قوي. طبعا طبعا. وبيحصل منه ادمان السكر الابيض والدقيق الابيض، عشان كده ما بيكون حد موده وحش بيلجا انه ياكل شوكولاتايه، لانها بتعلي المود بسرعه، بتعلي السيروتونين في المخ، ففعلا بتبسط، بس بينزل على طول فبنتضايق على طول. لكن الحاجات التانية ما بتعملش كده. تمام. فالاكل الصحي والله بيعلي المود، الاكل الغلط بيعلي المود شويه بس بينزله على طول، فناخد بالنا من الحته. غير الاوميجا 3 بقى في اي حاجات تانية؟ الحاجات اللي فيها تريبتوفان، زي الحاجات اللي في الموز ومنتجات الالبان. التريبتوفان برضو بيعلي السيروتونين. النشويات الصحيه اللي فيها زي ما قلنا قشره القمحه بتبقى احسن، بتعلي المود اطول، غير السكر الابيض لانها ما بتنزلش السكر في الدم على طول، فبرضه بتعلي المود. اهو ادينا لهم اوبشنز كتيره يعني. حضرتك اديتنا يعني الزيتونه بتاعتك، حضرتك شرفتينا ونورتينا. انا اتشرفت بيك، بس استمتعنا واستفدنا من وجود حضرتك معانا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مروة. مش هتكون اخر مره ان شاء الله باذن الله، وهنعملها ان شاء الله كده فقره ثابته كل كام اسبوع، الناس تبعت لنا ونستفيد من حضرتك.